أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي، واليوم سنقوم بإنشاء باش سكريبت. طبعا شيء بسيط جدا، لا تتوقعوا شيء كبير جدا. أنا فقط أريد مشاركة شيء أنا فعليا أستخدمه، فعليا شيء مستخدم، شيء له فائدة، والفائدة هي التالي، أو الشيء هو التالي. فلو قمت أنا مثلا بكتابة سورس مثلا باش RC، فإذا لاحظوا الشيء الذي سيحدث هنا، أن سيقول لي أنت في المكان الفلاني، وسيكتب لي مثلا حكمة. هذه الحكم أنا فعليا قمت بإضافتها بملف، وثم قمت بكتابة باش سكريبت من سطر واحد فقط للقيام بالشيء التالي، هو أن كلما أفتح أنا تبويب جديد بالتيرمينال سيقوم بجلب لي حكمة جديدة من الحكم أو الأقوال المفضلة بالنسبة لي. فاليوم أريد أن أقول لكم كيف تم ذلك. فإذا الخطوة رقم واحد، أنا كما تعرفون أن التعديلات التي نريدها على السيشن الخاصة بنا هنا نستخدم باش ار سي، وباش ار سي موجود بروت الموقع أو روت ال عفوا روت ال الهوم دايركتوري، عفوا يعني بالهوم دايركتوري الخاص بك الذي عادة سيكون هو هوم ثم اسمك أو شيء كذلك. أنا الهوم دايركتوري هو هوم نورس. هنا سيكون هنالك ملف مخفي اسمه باش ار سي. فإذا قمت أنا بفتح هذا الملف، لاحظوا ففيه أشياء، الأشياء الافتراضية أنا لم أغيرها، لاحظوا لم أغيرها ولن أغيرها. فإذا أشياء بسيطة و طبيعية جدا، لكن الشيء الذي أنا قمت به بهذا الملف فقط أضفت ملف آخر أو أضفت إشارة لملف آخر. فلاحظوا كتبت هذا السطر التالي، كتبت أن إذا كان هذا الملف موجود الذي هو اسمه bashrc-local، طبعا أنا قمت بإنشاء هذا الملف، فبكل بساطة قم بتحميل هذا الملف. جيد، فهذا الملف فعليا موجود. فإذا ذهبت إلى باش ار سي لوكال، هنا بهذا الملف أنا أقوم بكتابة أي شيء أريد، حتى لو كان هذا الشيء يعني مثلا عادة نكتب أكواد نحن يعني غريبة عجيبة، أو نجرب أشياء أحيانا ويعني يكون هنالك أخطاء، صحيح؟ فلذلك أنا أفصل ملف الباش ار سي الأصلي أو الافتراضي مع الملف الذي أنا أريد أن أقوم بإضافة له أي شيء. وبالتالي بالنهاية عندما أنا أريد مثلا أن أقوم بالتخلص من هذا الملف فقط أحذفه، ولن يؤثر على الإعدادات الافتراضية الخاصة بي. فبالنسبة لهذا الملف باش ار سي لوكال، لاحظوا طبعا أشياء من الأشياء التي أضفتها إليه أن المسارات التي أريد الوصول إليها بشكل سريع. وأيضا هنا لاحظوا أنني هنا أضفت هذا الشيء المكتوب هنا، كتبت URN وثم استخدمت الجلوبال variable بباش الذي هو PWD، يعني Print Working Directory، الذي يقول لك المسار الحالي لهذا الذي أنت موجود فيه. وبالتالي عندما قمت بفتح تبويب جديد قال لي أنت في هوم نورس. مثلا لو ذهبت لي مثلا Practice هكذا وقمت بمرة أخرى سيقول لي أنت في هوم نورس Practice. جيد، فهنا قمت بوضع فقط ايكو للسطر هذا، وهذا ايكو سطر هذا فقط، وهذا هو الشيء الذي يظهر هنا. ولاحظوا هنا يوجد لدي سكريبت انا اضفته اسمه motivation، وهذا السكريبت فعليا هو الذي يضيف هذه الكلمات الموجودة هنا. فكيف اعرف اين موجود هذا السكريبت؟ فبكل بساطة ساغلق واقوم بكتابة which motivation. طبعا which كما نعرف هي تدلنا على مكان وجود هذا السكريبت، فلاحظوا المكان الموجود فيه موجود بالهوم نورس my script motivation. فاذا اردت الذهاب الى هنا فساكتب my script motivation. طبعا لا اريد الذهاب، انا اريد عرض الملف، ساقوم باستخدام v و motivation. فلنلاحظ هذا السكريبت بكل بساطة الشيء الذي يقوم به هو أن يحصل على ملف
الموجود فيه كل الحكم، ودعونا نفتح هذا الملف. فهذا الملف موجود My Files وهو Hidden File Codes، وهنا تلاحظون كل الحكم التي أنا أحبها، ويمكن أن أضيف إليها لاحقا أيضا، ويمكن أن أحذف منها. فهو مجرد ملف نصي، وكل حكمة وضعتها على سطر. فإذا الفكرة أن كل حكمة أو كل جملة تضع على سطر، وهو ملف نصي. الشيء الذي قمت به أنا أنني جلبت هذا الملف واستخدمت هذه الشفل، أو يعني خربطت السطور مع بعضها وعرض سطر واحد منها. فهو يقوم بأخذ هذه السطور الموجودة هنا وبيعني مثل جعلها عشوائية، ترتيب عشوائي، وثم يقوم بماذا؟ بعرض سطر منها، وبالتالي هنا سيظهر لي حكمة واحدة هنا. لاحظوا في كل مرة يظهر لي شيء جديد، وهذا الشيء أنا أستخدمه فعليا ومفيد فعليا من الناحية المعنوية، لأن أحيانا تريد أن يعني تريد أن تسمع شيء، تريد أن تقرأ شيء وأنت تعمل، ويخفف عنك من الضغط العمل أو أي شيء يمكن أن يعترض طريقك نحو إنجاز عملك. فلا بد أن تذكر نفسك بهذه الأقوال. وبالنهاية أنا دائما أقول أن الموضوع تطوير الويب ليس موضوع، أو البرمجة بشكل عام أو التقنيات بشكل عام ليس موضوع جامد وموضوع فقط تقنيات. هذه وجدت لخدمتنا ولمساعدتنا على الاستمرار، فلا مشكلة أن نخلط يعني وجداننا معها، ونخلط نضع روحنا معها، لا مشكلة بذلك. بالعكس، هذا يعطيها حياة أفضل ويعطي لها معنى. فهذا هو السكريبت، يعني سطر بسيط جدا، ولاحقا ربما أشارك سكريبتات أخرى معكم ربما تكون معقدة أكثر، أو يعني أكثر من سطر واحد، أن تكون أطول من ذلك. فإذا شكرا لكم ونلتقي لاحقا.